سيد يعني عقيل، منذ اليوم حتى 2005 المواطن ولحد الآن. العراقي ما يعرف طبيعة علاقتنا مع الجانب الأمريكي، البعض يقول احتلال، البعض يقول لا قوات مساندة وغيرها. يعني اليوم حتى موضوع مثلا علاقتنا مع الجانب الأمريكي تخيل يتحدد من خلال زيارة رئيس وزراء إلى أمريكا. هسه بعيدا عن المسميات، أي رئيس وزراء يذهب إلى أمريكا، الناس تشوف من خلال الصور والفيديوهات شلون تعامل الرئيس الأمريكي أو حتى الإدارة الأمريكية مع رئيس الوزراء العراقي. صحيح، يعني هو كل رئيس وزراء عراقي يريد أن يحتكر إدارة ملف العلاقات العراقية الأمريكية، لأنه الولايات المتحدة هي حليفة كل الحكومات العراقية تم استثناء حكومة السيد عبد العبد المهدي، وحكومة السيد المالكي في أشهرها الأخيرة نفضت يدها عنه.